الفرقة التانية. إن شاء الله محاضرتنا التامنة في علم الحركة. إحنا كنا خلصنا زي ما اتفقنا إن إحنا هنتكلم عن البايوميكانكس أوف ماسكول سكيل أو بايوميكانكس أوف ماسكول سكيلتال سيستم. فبدأنا بالماسل بايوميكانكس، وبعدين رحنا للبون بايوميكانكس، وإن شاء الله هنبدأ بقى في المكون الثالث اللي هو الارتيكولار كارتليج بايوميكانكس. إحنا خدنا البون بايوميكانكس وخدنا الماسل بايوميكانكس، وقبل ما كنا ناخد البون بايوميكانكس كنا خدنا محاضرة اسمها كونكتيف تيشو بايوميكانكس. والارتيكولار البون از مينرالايزد فورم اوف كونكتيف تيشو وبيخضع لنفس المكونات. الكارتليج ده احد انواع الكونكتيف تيشو. التندون والليجامنتس احد انواع الكونكتيف تيشو. الكارتليج الفايبرو كارتليج التندون والليجامنتس كل ده الكبسول جوينت كبسول والبيرسس دي كلها كونكتيف تيشو. النهارده هنتعرض لموضوع مهم جدا هو الارتيكولار كارتليج بايوميكانكس. وهو الارتيكولار كارتليج وموقعه ايه ووظيفه فانكشن اند امبورتنس اوف ارتيكولار كارتليج. مبدئيا ارتيكولار كارتليج از افليكسيبل كونكتيف تيشو. احنا طبعا لما بنتكلم في ميكانيكال بروبابيليتيز بنتكلم في كل حاجه من التيشوز بتاعه الميكانيكال بروبابيليتيز، ستريس والسترينز، ايه الاستريس اللي تقدر تتحملها وايه الاسترينز اللي تقدر تتحملها او الديفورميشن اللي تحصل في التيشو بفور فيليرز، ان كان تنشن ستريس ولا كومبريشن ستريس، تنشن سترين ولا كومبريشن سترين، والتيشو بروبابيليتي تو سستين ذيس سترينز اور تيشوز اور سترينز اور تو سستين ذيس ستريسز اللي هي التنشن كومبريشن شيرنج بيندنج ايا كان نوع الاستريس وايا كان نوع مين. والستريسز هو الفاعل للسترينز اللي هو معدل التغير في الطول، يا بالقصر يا بالزياده او بالنقص، لو كومبريشن بتقل او بالسترينز حسب التغير والديفورميشنز بتاع الشيب. فالكارتليج از افليكسيبل كونكتيف تيشو فاوند ان ميني ارياز ان ذا بودي اوف ذا هيومن اند اذرز انيمالز انكلودنج ذا جوينتس بتوين بونز اند ريبس كيج ذا اير ذا نوز ذا برونكال تيوبس اند ذا انترفيرتيبرال ديسك. كل الاماكن دي يعني النوز ده كارتريج، الاير كارتريج، الريب كيج والسترنم ده كارتريج، الانترفيرتيبرال ديسك ده كارتريج، البرونكال تيوبس ده كارتريج، ده كلها كارتريج. يبقى كارتريج از افليكسيبل كونكتيف تيشو فاوند ان ميني ارياز ان ذا بودي اوف ذا هيومن اند اذرز انيمالز. الغضاريف اللي بتحط سطح العظم ببعضها دي كارتريج. النوز كارتريج، الايرز كارتريج، الاسترنم والريب كيج في جزء كارتلاجينس، ذا فويد بروسيس كارتريج، نتكلم على البرونكاي برونكال تيوبس ده كارتريج، الانترفيرتيبرال ديسك اللي موجود بين البادي والبادي بادي بادي انترفيرتيبرال ديسك ده فايبر كارتريج في جزء كارتلاجينس في جزء فايبر كارتريج فده كارتريج. It is not a hard and rigid as bone but it is stiffer and less flexible than muscles. يبقى الكارتليج مش بنفس الستيفنس والريجيديتي بتاعه البون، لان البون هو عباره عن مينرالايزد كونكتيف تيشو والمينرالز هو اللي بيديه الستيفنس بتاعه، ولكن هو ستيفر ذان ماسلز، يعني هو حاجه ما بين السوفتنس اوف ذا ماسلز اند ستيفنس اوف ذا بون، يعني حاجه في النص بين السوفتنينج الماسل سوفت فيزيكو الاستيك وسوفت والبون هارد. الكارتليج حاجه بين الاثنين، يعني حاجه في تجمع في الخواص ما بين البون وما بين مين؟ الماسلز. ما بين البون وما بين الماسلز في الميكانيكال بروبابيلتيز بتاعتها كسوفتنس وستيفنس. كارتريج از سبيشاليزد تايب اوف كونكتيف تيشو كونسيستد لايك اذر كونكتيف تيشو، يعني هو احد انواع الكونكتيف تيشو وده سبيشاليزد فورم اوف كونكتيف تيشو. لها نفس الخواص بتاعت الكونكتيف تيشو ان في سيل اند اكسترا سيلولر كومبوننت. Unlike other connective tissue not contains vessels، ما هو مش زي بقيه الكونكتيف تيشو، يعني التند مش زي بقيه مش زي البونز، ما فيش فيها نيرف سبلاي ولا فينز ولا ارتري ولا فيسلز. ولكن هي محاطه بماده او محاطه بحاجه اسمها البريكورديوم. It is surrounded by a layer of dense connective tissue is called perichondrium. يبقى هي عباره عن بتاخد نفس الخواص التركيبيه بتاعه الكونكتيف تيشو ان في سيل اللي هي الكوندروسايتس اور فايبروسايتس
الكوندروسايتس اللي هي الماتور فورم، والفايبروسايتس اللي هي زي الكوندروس الفايبروسايتس والكوندروسايتس، ده كسيل. وبعدين في جراوند سبستنس، في يبقى في سيل وفي جراوند سبستنس اللي هي الجاكس والجلوكوز امينو جليكان وبروتو جليكان ومحتوى على الووتر، وفي كولاجينز او فايبرس بروتينز. الفايبرس بروتينز اللي موجود في الارتيكولار كارتليج تايب 2 كولاجينز. الكوندروسايتس بتمثل 1%، الكولاجين فايبر بتمثل 15%، و15% جراوند سبستنس او بروتو جليكانز، و70% ووتر. تاني يبقى هي موجودة، ولكن في حاجة بتميزها عن باقي الكونكتيف تيشو، انها لا تحتوي على نيرف سبلاي اور بلاد سبلاي. مفيش دم رايح لها مباشرة، مفيش فيسلز، نوت كونتينز فيسلز اور نيرف سبلاي. يبقى الكارتريج لا تحتوي على نيرف سبلاي اور بلاد سبلاي، but it is surrounded by a dense connective tissue called perichondria. Cartridge is rather rare in adult human, but it is very important during development. الكارتريج مش موجود في الـ في الـ في الـ في الادلت هيومن، because of it is ferminous and ability to grow rapidly. هي بتبقى موجوده في مراحل النمو، العظم بيبدا ككارتريج وبعدين يتحول لايه، لعظام او بون سيلز. بعد كده البون سيلز تشتغل بعد الاوستوكلاست، تفحل جوه التانلز بتاعه الكارتريج، وبعد كده تيجي الاوستيوبلاست تحط الشيء الفريمز بتاع الكولاجين فايبرز، وبعدين تيجي تتحول، تيجي المينرالز تحصل لها ديبوزيشنز وتتحول الاوستيوبلاست لاوستوسايتس. كارتريج از اولسو فورمد ايرلي ديورينج ريبير اوف بون فراكشرز. يعني الفراكشرز الكلص الاول اول ما بتكون، بتكون على شكل مين؟ وبعد شكل كارتليج، وبعدين يترانسفير لمينرالايزد فورم اوف كونكتيف تيشو وياخد شكل البون سيلز. كارتليج هيستولوجي، من ناحيه الهيستولوجي، it is a skeletal connective tissue. It has a mesodermal origin. It has a pre-cellular organizations. يعني لها pre-cellular pericardium اللي قلنا عليه. لها من المنشأ بتاعها من mesodermal cell. كل الخلايا بتاعت musculoskeletal system او connective tissue الاصل بتاعها من الاورجن بتاعها ميزوديرمال، اندوديرمال، اكتوديرمال، ميزوديرمال. هي ميزوديرمال اتزا اسكيليتال كونكتيف تيشو. الكارتريج الامبورتنت بتاع الكارتريج، سبورت سوفت تيشو فورميشن اند جروث اوف لونج بون، ديورابيليتي اوف ارتيكولار جوينتس. الكارتريج الامبورتنس بتاعتها بتسبورت السوفت تيشو، فورميت اند جروس هي مركز او معامل النمو بتاع اللونج بون. لان لما اتكلمنا على اللونج بون، يا اما سيركمفرنشال يا لونجيتودينال، واللونجيتودينال او انترستيشال انترستنشال انتر ممبرينس جروس زي الفلات بون، زي الكلافيك، السكابلا، السكال، الريبس، تبقى الكارتليجينس، وبعد كده تتحول كارتليجينس لكالسيفايد فورم اوف بونز، تحصل له كالسيفيكيشنز، وده ميمبرينس. بعد كده في البرايمري اوسيفيكيشن سنتر والسكندري اوسيفيكيشن سنتر. برايمري اوسيفيكيشن سنتر العظام بتاعه العظم تبقى كارتليج، وبعد كده البرايمري اوسيفيكيشن سنتر عن طريق تحور الاوسيفيكيشنز ده والكارتليج ديس ده يتحول ان هو يعمل اوستيوكلاست سيل تشتغل، فتيجي بعدها الاوستيو وتنهانس الاوستيوبلاست تشتغل، يتحول العظم من كارتليج الى ايه، الى ماتور فورم، ويتكون الديافيسس بتاع البون. ده كاوسيفيكيشنز، دي البرايمري اوسيفيك، وده دايما في الديافيسس بتاع البون. الابيفيزيال والابيفيزيال اند بليد ده كارتليج وما بيقفلش خالص غير عند مرحله الايه، اللي بعد مرحله البلوغ. فهي مسؤوله عن فورميشنز اوف اند جروث اوف لونج بون، سبورت السوفت تيشو، الديورابيلتي في ارتيكولار كارتليج. الكارتليج هي بتكفر الارتيكولار سيرفيس بتاع الجوينتس، فبالتالي هي بتحافظ عليها المدة أطول لأنها بتبقى شوك أبزوربشن وتبقى مور سموث، فتخلي الحركة أكثر سهولة وأكثر لون. بي consisted of an extracellular matrix. الإكستراسيلولار ماتريكس هي جراوند سبستانس، والجراوند سبستانس في كل الكونكتيف تيشو كونتينز أوف، تحتوي على كوندروبلاست أند كوندروسايتس، وده السيل، كولاجين أند سام كيس إيلاستين فايبرز، جليكوزامينو جليكان اللي هي الجاكس،
بروتوج جليكان اللي هو البروتينز الكور بروتينز والجاكس الجلايكو بروتينز. انا عندي جاكس جلايكو بروتينز جلوكوزا ماينو جليكان، تلاقي بروتين تعمل جاكس بروتوج جليكان، الكور بروتينز تتجمع مع بعضها تعمل بروتوج جليكان اجريكان، بروتوج جليكان اجريكان تتنافر مع بعضها عشان اشاراتها سلبيه، وهتبقى هيدروفيليك لما تتنافر مع بعضها تقدر تمتص ميه 5 سين ضعف وزنها، فبتحتوي لذلك اي كارتليج بيحتوي على 70% من الوزن بتاع ووتر او المكونات بتاع 70% ووتر، 15% بروتو جليكان، 15% كولاجين فايبرز. يبقى الكولاجين فايبر وظيفه الكولاجين فايبر بروفايد تنسايل سترينث اند ديورابيلتي، هاويفر ذا بروتو جليكان ار اولسو امبورتنت اف يو انجكت بابلين اند انزيمز ذات ديجنريتد ذا بروتينز كروس اوف ذا بروتو جليكان انتو ذا اير اوف ذا رابيت افتر ا فيو اور the air will lose their stiffness and drop. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا لو جينا النهارده حققنا في ودن ارن في ودن فار ماشي الانزيمز اللي بتعمل هضم او ديستراكشنز للبروتينز اللي موجوده في الكارتريج، ده هيخلي الكارتريج يقع من مكانه، ميبقاش كونتينيوتي، هيخلي الاير تقع. ده معناها ان البروتوج لايكانز هاز the same importance of لها نفس الأهمية والفانكشناليتي of collagen fibers، زي ما الكولاجين فايبرز مسؤولة عن السترينث والستيفنس of والديورابيليتي بتاع الكارتليج، البروتوج لايكانز لها نفس الأهمية. بدليل لما حقنوا الانزيمز دي وجد ان الاير بتاعة الرات الرابتس وقعت after a few hours، وده معناها فاكتور اساسي من عوامل الاسترينس بتاع البروتوج الكارتليج البروتوج لايكان. يبقى مكونات الكارتليج تاني 70% ووتر، 15% بروتوج لايكان، 15% كولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز مسؤوله عن الاسترينس اند ستيفنس اند ديوبيتي اوف ذا كارتليج، ونفس الكلام للبروتوج لايكان اللي هي البروتوج لايكان تتكون منين؟ بتتكون من جلوكوزا ماينو جليكانز اللي هي الجاكس، جاكس بروتينز اللي هو الجلايكو بروتينز مرتبطه مع بعضها مع كور بروتينز. لو قلنا الفرشه بتاعه الادوات الكيميائيه، الفرشه دي سلك بالجناب، مجموعه السلك دي لو اتخذنا السلكه دي هتلاقي فيها في ده السلك ده كور بروتينز، ومع الجناب منها مين؟ الجاكس، ده الكور بروتينز، وبعدين اتجمعت مع بعضها في السلك الكبير ادتني مين؟ الجلوكوزا ماينو جليكانز بروتينز او جراوند سبستنس بروتينز. الارتيكولار كارتج، ارتيكولار كارتج از ا وايت كونكتيف تيشو. قلنا في حاجه بتميز الكارتليج انه هاز نو بلاد سبلاي اور نيرف سبلاي، يبقى هو لا بيحس بالوجع، نو نيرف سيبت، مفيش نيرف سبلاي، لا هيبقى حاسس بالم ولا هيوصل ولا يستقبل، ده الكارتليج. اثنين مفيش بلاد سبلاي، طالما بور بلاد سبلاي يبقى بور تشانس اوف هيلينج، يبقى عمره الافتراضي صغير، يبقى الابيليتي تو ريبير اور تو هيل قليله. الكارتليج از ا وايت كونكتيف تيش، وايت طالما وايت يبقى بور بلاد سبلاي. ات از كفر ذا اند اوف بون، ليه كفر اند اوف بون؟ الاند اوف بون ده عباره عن ترابيكولار اور كانسيلس بون، وده شوك ابزوربر، والترابيكولار بون هاز تو سستين تو ديفورم لارج بيفور فيلير، وده اتكلمنا عنه الدكتايل والبابيلتي والستريس سترين والميكانيكال بابيلتي بتاعت البون من شويه. ات كفر ذا بون اندز، يبقى الكارتريج بيكفر البون اند بون اندز. اثنين ات از ا وايت كونكتيف تيشو، وهو بيتميز عن بيت الكونكتيف تيشو انه هاز نو بلاد سبلاي اور نيرف سبلاي. اثنين ات از سراوندد باي دنس كونكتيف تيشو كولد بيريكوندريم. فانكشنال اوف ذا ارتيكولار كارتريج، What are the functions of the articular cartilage؟ ايه الوظيفه بتاعته؟ It provide a protective lubricant that minimize friction and mechanical wear. ده هو connective tissue، اقل stiffness من البون، ومور هارد اور مور ستيف ذان ماسلز، فهو حاجه ما بين العض وما بين مين؟ وما بين العضلات في الستيفنس بتاعه او الاسيست بتاعته. فهو بروفايد بروتكتيف لابريكانت، هو لابريكانت ذات مينيمايز الفريكشنز اند ميكانيكال وير،
النقطة التانية، بما انه فيزيكو إلاستيك فا اتس سبريد لود اوفر ا وايد اريا، لانه انا لما بضغط على حاجه طريه اللود هيتوزع على مساحه اكبر، طالما اللود اتوزع على مساحه اكبر الاس بتساوي الاف عليه، يبقى الاستريس بيساوي الاف على ايه، طالما المساحه كبرت يبقى الاستريس هيقل مهما كان الوزن، يعني الوزن تناسب طردي مع المساحه مع الاستريس، لكن المساحه تتناسب عكسي مع مين، مع الاستريس، كل ما المساحه زادت كل ما الاستريس قل. يبقى بما انه فازيكو الاستيك يبقى هيعمل وايدنج ديستريبيوشن اوف لود، فبالتالي يقلد ريديوسنج ذا كونتاكت ستريس. ات هاز نو بلاد سبلاي اند نيرف سبلاي، ده من ضمن الايه الفانكشن بتاعته. انايزوتروبيك بروبابيليتيز، يعني ايه انايزوتروبيك بروبابيليتيز؟ قلنا ان من ضمن الميكانيكال بروبابيليتيز ان اكوردنج تو ذا دايركشنز اوف ذا فورسز بتحدد الفانكشن، ده واحد. النقطه الثانيه، على حسب الريت اوف ابليكيشن اوف ذا ستريسز بيكون الريسبونس اوف ستيفنس اوف ذا تيشو، والتيشوز اللي هاز انايزوتروبيك بروبابيليتيز هاز تو بي مور ستيف وذ ذا هاي ريس وذ ذا هاي فريكوانسي اوف ريبيتيشنز. بمعنى انا لو بمشي الستيفنس بتاع الكارتج يقل، لو بجري الستيفنس بتاع الكارتج هيزيد، لو بمشي الكارتج او سب كوندرال بون او ترابيكولار بون اللي على العظم هتبقى الستيفنس بتاعتها قليله، لو بجري الستيفنس بتاعها هيزيد. بمعنى اف رابيدلي لودد ات ويل، اف رابيد اف ات واز رابيدلي لودد it will become stiffer and deform over a longer period of time. طالما ستيفي بعوز الوقت اكبر عشان تمين يحصل لها deformations، وده حاجة مهمة جدا. معنى كده ان الجوجينج او الجري في المحل او الجري يخلي العض الكارتريج more stiffer اقوى، الجري يبقى يخليه more stiffer than الجوجينج، الووكينج اقل من راحة. يبقى كل ما حمل حسب الريبيتيشنز بتاع الاستريسز او الفريكونسي اوف ريبيتيشن اوف ذا ستريس اوف ذا لودينج اوف ذا ستريسز، this will lead to the has been correlated with the stiffness. كل ما الفريكوانسي زاد كل ما الستيفنس بتاع التشو زاد، كل ما الفريكوانسي قل of repetitions of the loading كل ما الستيفنس قل، كل ما الستيفنس او الستيفنس زاد كل ما التايم to be deformed or to be failure before failure، التايم اللي عايزاه عشان تحصل لها failure to take before failure هيبقى اكتر. articular cartridge it is 1 to 5 millimeter thick depending on the stress and integrity and congruity of the joint. هو من 1 ل 5 ملي بارتكولات او بريسيرفيس ارتكولار سيرفيس اوف ذا جوينتس، ويعتمد على حسب مين الجوينتس، يعني الالبو والهاند بيبقى سمول، الالبو والانكل ده سمول ارتكول ثيكنس بتاعها قليل، مفصل زي الهيب والني بيبقى لارج. ذا فورس ديستريبيوشن ديبيندز اون ذا كارتريج ثيكنس، انكل اند الالبو سن، هيب اند ني ثيك. يبقى الهيب والني هاز ثيك ارتكولار كارتريج، الانكل والالبو هاز ثين ارتكولار كارتريج. في نقطه جميله جميله جميل، النعومه والسموثنس اوف ذا ارتكولار كارتريج از اباوت 0.01 واحد من 100 ل 4 من 100، ده كوفيشنس اوف فريكشنز. التلج اللي بيسيح عن درجه حراره 0 واحد من 10، يعني اكثر نعومه وسموثنس من التلج نفسه. انت متخيل كم السوفتنس اوف ذا ارتكولار كارتريج؟ وده يترتب عليه السوفتنس ده لو في اي لابريكانت او زي السيانوفير ممبرين يخلي التشو ده اديرنت كوهيشن كو اديشن وماسك في بعضه، وده يدي النعومه دي تدي المفصل استابيليتي اعلى. كارتريج او ارتكولار كارتريج كومبوزيشن، كومبوننت ار ارينجد ان اواي ذات ات از ماكسيمال adapted for a biomechanical function. ده شكلها. الحاجات العواميد اللي بالعرض دي زي ما معروف اللي بيدي الماتريكس الشيب بتاعه ده الكولاجين فايبرز. الخطوط اللي عامله ده السلوك دي البروتوجلايكانز. الخليه اللي جوه ده الاوستوسايتس. الخليه اللي جوه ده اللي اسمها الكوندروسايتس او الاوستوسايتس. يبقى الخيوط الرفيعه اللي عامله زي كابلات التليفونات دي عباره عن مين؟ بروتوجلايكان. الخطوط التخينه ده تايب 2 كولاجين فايبرز. وتايب 2 كولاجين فايبر بيبقى موجود في التشو اللي محتاجه كومبريشن فورس مور ذان تنشن فورس. التايب 1 كولاجين فايبرز موجود دايما في التشو اللي بتحتاج تنشن مور ذان كومبريشن، زي الفايبر كورس زي التندون زي الليجامنت زي البون. لكن لما يكون محتاج كومبريشن مور ذان تنشن هحتاج تايب مين؟ تايب 2 كولاجين فايبرز. الكوندروسايتس 1%. الكولاجين فايبرز وميلي تايب 2 كولاجينز از 15%. البروتوجلايكان 15%، الووتر 70%.
يبقى المكون الاساسي اساس نضوره وحياه الكولاجين فايبرز او الارتيكولار كارتلج از ووتر كونتنت، يعني يحتوي على 70% ووتر. واللي بيخليها تزور بالووتر مين؟ البروتوجليكان والاشارات الموجبه والسالبه انها بتتنافر مع بعضها، فلما تتنافر مع بعضها تزود تتنافر تبقى في مسافه تقدر تزورب وتابزورب الووتر، وتقدر تابزورب ووتر بمقدار 50 ضعف وزن جسمها وزنها. ده الجراوند سبستنس. كوندروسايتس 1%، كولاجين فايبر 15%، تايب 1 ان ارتكولار، تايب 2 ان ارتكولار كارتلج، بروتوجليكان 15%، ووتر 70%. سيل هنرجع بقى للكومبوننت بتاعه كل الخلق، بناخدها بقى كومبوننت وبعدين كولاجين فايبرز او كولاجين بروتينز او فايبرز بروتينز وبعدين جراوند سبستنس، ناخدهم بالترتيب كده. السيلز اللي موجوده رقم واحد، السيل اللي موجوده في الارتكولار كارتلج عباره عن مين؟ كوندروبلاست. الكوندروبلاست هتدينا الكوندروسايتس في الاخر اللي هي بتقول فورم اوف كوندروبلاست. ليس ديفرنشيتد كارتلج، ليس اورينتد اورجينيتد فروم ذا نان ديفرنشيتد ميزوديرمال، هاف ا فلاتن شيب، ويل ديفلوب راف اندوبلازم، ويل ديفلوب راف اندوبلازم، ويل ديفلوب راف اندوبلازميك ريتيكولم. خلينا نقف عند الحته دي، ويل ديفلوب راف اندوبلازميك، الراف اندوبلازميك ريتيكولم وظيفتها ايه؟ الراف اندوبلازميك ريتيكولم، اندوبلازميك ريتيكولم تحتوي على الرايبوزومز، والرايبوزومز وظيفه بتاعتها ايه؟ بروتين برودكشن. يبقى الكوندروسايتس الوظيفه الاصليه بتاعتها مين؟ كولاجين بروتينز او كولاجين فايبرز والبروتين البروتين اللي انتج هنا هو مين؟ تايب 2 كولاجين فايبرز. يبقى بتحتوي على راف اندوبلازميك ريتيكولم، انبيزوفيليك سيتوبلازم، وده خلاص خلصناها. ندخل بقى على مين؟ الفانكشن اوف ارتيكولار كارتج انتراسيوري متر اندر سيرتن سيركمستانس. الكوندروبلاست ار كيبابل اوف، الكوندرو بتعمل ايه الكوندروبلاست؟ بريدوسنج ماتريكس ديجريدنج انزيمز كولاجينيز الاستيز هايدرو ليز ريدوست ان ذا انترنال لايرز اوف ذا بريوستيوم and in the depths of matrix within the lacuna. الكوندروبلاست ماتور انتو كوندروسايتس، يبقى الكوندروبلاست هتتحول لمين؟ لكوندروسايتس بعدين. وظيفه الكوندروبلاست بتنتج البروتينز، بتنتج الجليكونيز، البروديوسنج ماتريكس ديجريديشنز انزيم، كولاجينيز، الاستيز، هاليورينيز، ودي اللي بتتكون مين؟ الانترنال لير بتاع الديب ماتريكس جوه اللاكنه. كوندروسايتس، الكوندروسايتس ديفرنشيتد كارتريج سيل، هي عباره عن كارتريج سيل rounded in angular shaped with advancing cellular age. كوندروسايت progressive loss the rough كوندروسايتس بعد شويه، كوندروسايتس بعد لها عمر افتراضي بعد فتره هت progress loss زي الرف اندوبلازميك ريتيكولم. الاندوبلازميك الرف اندوبلازميك ريتيكولم دي وظيفتها ايه؟ برودكشن اوف بروتينز. يبقى لما تبدا هي لما تفقد الاندوبلازم الرف اندوبلازميك ريتيكولم يبقى هتقلل البرودكتيفيتي بتاعتها لانتاج الكولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز هو مين؟ هو حديد التسليح بتاع مين؟ الارتيكولار كارتج. لما الارتيكولار كارتج مش هيبقى القدره بتاعته تستين الاستريسز واللود هتقل. ده واحد. اثنين، الكولاجين فايبرز لما بتتجمع هي بتعمل كور بروتينز اللي مع الجاجز او الجلايكوبروتينز بتتكون البروتوجليكانز اجريكان اللي هي بتمتص الووتر وتخلي الووتر تخلي الجراوند سبستانس تمتص اكبر كميه ووتر، وده اللي مش موجود الارتيكولار كارتريج هيفقد البروبابيلتي او الفرصه او قدرته ability his ability to absorb الووتر his ماتريكس الكولاجين فايبر اللي هو حديد التسليح بتاعه. يبقى بكده يفضل بقى يتحول طالما الكوندروسايتس عمرها قل وما عادش بتنتج بروتينز وما عادتش عندها راف اندوبلازم كروتيكولم، يبقى ده انا وصلت الايجنج بروسيس بتاعت الارتيكولار كارتريج. ريسيت ان ذا ديبس اوف ذا ماتريكس، هي الكوندروسايتس بتبقى موجوده جوه الماتريكس من جوه ومحاطه بسبيشال كافيتي اسمها لاكنه زي زي الاوستيوسايتس الاوستيوبلاست في مين؟ في العظم، موجوده جوه لكنه، ولكن هي مش اللكنه دي ملهاش اي بلاد سبلاي، والكارتلج لا في بلاد سبلاي ولا نفس سبلاي واصل له. Sometimes a number of cartilage cell is on lacuna and is more than one.
it is a consequence of the cell division. بعض الأحيان بنلاقي أكتر من سوم أكتر من 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 أكتر من كوندروسايتس جوه لكنة واحدة. Quite often the division is accomplished through a mitosis. Such cellular groups are called isogenic groups. Chondrogenesis. Chondrogenesis in the embryologic genesis, the skeletal system is derived from the mesoderm. Gram layers, chondrofections, also known as chondrogenesis, is the process by which the cartilage is formed from the considered mesenchyme cell أو والكوندروسايتس بتتكون. في بداية العمر بتاعتنا كلنا بنبقى العظم نفسه كله بيبقى كارتريج. الكارتريج ده بتيجي من ميزوديرم. احنا قلنا الانسجه بتاعتنا كلها او الفيتال سيل بتبقى عباره عن ثلاث، بتتقسم الخليه اندوديرم اكتوديرم ميزوديرم. كل الكونكتيف تيشو اللي منها الارتيكولار كارتريج والبون والتندونز والليجامنتس والفاشيا كلها طالعه منين؟ من الميزوديرمال سيل. مينراليزيشنز. ادلت هايلاين كارتريج از بروجريسيفلي مينراليزد ات ذا جانكشن between the cartilage and the bone. يبقى المينراليزيشنز بتاع الكارتج، الكارتج كله ما بيحصلوش مينراليزيشنز. الجزء المينراليزيشنز او المينراليزد بارت اوف ذا كولاجين فايبرز او ارتيكولار كارتج بتبقى عباره عن المنطقه اللي بين الكارتج وبين البون اللي بتبقى كالسيفايد اور مينراليزد ارتيكولار كارتج. It is then termed articular calcified cartridge, articular calcified cartridge او mineralized articular cartridge or stiff cartridge. A mineralization front advances through the base of the hyaline cartilage at the rate depends on the cartilage load and the shear stresses. Intermittent variations in the rate of the advanced and the mineral depositions density of the mineralizations front load to multiple tid marks in the articular calcified cartilage. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكالسيفيكيشنز ده والحجم الاريا دي الكارتج بيتكون من اربعه لايرز، اللي هي اللير الاولانيه بتبقى الفايبرز بتبقى بارل للسيرفيس نفسه، وبعد كده ترانزيانت، وبعد كده برينديكولر او عموديه او فيرتيكالز، بعد كده المرحله الفيز الرابعه او اللير الرابعه اللي هي بتبقى كالسيفايد ارتيكولار كارتريج. ان انا بنقل من سوفت الى سيمي ريجيد وبعد الريجيد، يعني العظم ريجيد او ستيف والعظم كله، يعني الريجيديتي بتاعت او الستيفنس بتاع العظام بتاع الترابيكولار بون اقل ستيفنس من الكومباكت بون. فبتلاقي بالتالي الارتيكولار كارتج سوفت، بعد كده الليرز الاولانيه سوفت شويه اكتر، وبعدين بعدها اقل، يعني لان الفايبرز بارلل فبتقدر تشوك ابزورب الريليانس بتاعتها او الفلكسبيليتي بتاعتها بتبقى بالشكل ده. بعد كده الليير الثانيه بتبقى الفايبرز جزء بارلل وجزء عمودي، يعني خليه كوندروسايتس كده واحده بالشكل العمودي على بعضها، واحده بارلل، مجموعه عموديه ومجموعه بارلل. بعد كده المجموعه اللير الثالثه بتبقى كلها عموديه عشان تنقل بقى الفورس، تقدر تحمل الكومبريشنز فورس. فعلى حسب الكارتريج ده موجود فين الثيكنس بتاعه بيكون حجم المينراليزيشنز. ادلت ارتيكولار كالسيفايد كارتريج از بنتريتد باي فاسكولار بادز. يبقى الكالسيفايد كارتريج ده بتبقى بنتريتد بفاسكولار بادز. اند نيو بون بروديوسد ان ذا فاسكولار سبيس ان بروسيس سيميلر تو اندوكوندرال اوسيفيكيشنز in the face. بعد الكارتج الكالسيفايد فارت اللي في بلاد سبلاي، وطلع في بلاد سبلاي فبيحصل كالسيفيكيشنز، فيحصل اندوكوندرال اوسيفيكيشنز. اسيمنت لاين دومينستريتد ارتيكولار كالسيفيكيشن كارتج فروم سبكوندرال بون. الريبير. وانس دامج كارتج هاز ليميتد ريبير، لان الكارتج بور بلاد سبلاي والكارتج او الكوندروسايت از pointed on lacuna, bounded in the lacuna, they can't migrate it to damage area. Also, because hyaline cartridge does not have a blood supply, the deposition of a new matrix is slowly. بما ان الكارتريج الريبير بتاع الكارتريج بور جدا، once the damage cartridge has limited repair capability, because ليه بقى؟ chondrocytes are bounded in lacuna. الكوندروسايتس موجوده جوه لكنه الخليه بالار ان دي ان اي بالار ان اي بالاوردرز اللي المفروض عشان تكون كولاجين فايبرز موجوده جوه لكنه محبوسه. زي كانت مايجريت، ما تقدرش تهاجر تو دامج اريا، ما تقدرش تروح المنطقه اللي فيها ليجنز اور دامج فتعوضها. Also because the hyaline cartridge does not have a blood supply, the deposition of a new matrix is slow. Damage hyaline cartridge is usually replaced
الدامج هايلاين كارتج از اولويز او از يوجوالي ريبليسد باي فايبر كارتج فور سكار تيشو. اوفر ا لاست ييرز سيرجن اند ساينتست هاف liberated a series of cartilage reproductive reduced that helps postpone a new mesh. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده بعض الجراحين النهارده لما بيحصل destruction للكارتريج بيجي يعمل مايكرو فراكشرنج في سطح العظمه, يجيب كارتريج من حته تانية ويعمل له موزايكوبلاستي اور كارتريج ريبليسمنت اور كارتريج, بيعمل زراعه للكارتريج او مايكرو فراكشرنج فتطلع بلاد سبلاي. الميزنكال سيل او الستيم سيل اللي موجوده دي بتكون مش هايلاين كارتريج نوت ريبليس, الكارتريج اللي بيدستراكت نوت ريبليس باي هايلاين كارتريج, لان الهاي كارتريج هاز بور تشانس تو ريبير, هاز بور تشانس تو ريجينريت, لان الكوندروسايتس موجوده اللي جوه لكمنه الابيليتي تو مايجريت من مكان من جوه اللكمنه للسايت اوف ريبير او السايت اوف ليجنز ضعيفه جدا. اتنين بور بلاد سبلاي, طالما بور بلاد سبلاي يبقى الشانس تو ديبوزيشن في نيو ماتريكس از فيري سلو اند فيري بور. ان 1994 ترايل سويدش دكتور ريبير دامج ني جوينت باي امبلانتد سيل كالتشر فروم ذا بيشنز اون كارتليج, يعني فيها عمليات زراعه كارتليج دلوقتي, والكارتليج مي بي انجكتد انتو ا وند اور دامج جوينت and will harden with exposure to ultraviolet light. دي كلها ابحاث. الكارتليج بتكون الكولاجين فايبر بقى التروبو كولاجين تايب 2. نيجي بقى الفايبرز بروتين اللي موجود عندنا, مين البروتينز اللي موجود في الكارتليج؟ يبقى خلصنا السيل. تروبو كولاجين تايب 2 is the dominant form in the collagen fiber of almost all type of cartridge. يعني كل الكارتليج او الهيلاين كارتليج فيها تايب 2 كولاجين فايبرز نوت تايب 1. تايب 1 موجود فين؟ في البونز والتندن والليجم. The amount of matrix increase, the chondroblast become separated from each others and are formed this time on located isolated in small cavity within the matrix which you call lacuna, the chondrocytes. The matrix appear structureless because the collagen fiber are too fine to be resolved by light microscope. الكولاجين فايبرز بتبقى حجمها لانها تايب 2 كولاجين فايبر, والكولاجين تايب 2 بتبقى ايه؟ سين كولاجين فايبر. The matrix near the isogenesis group of chondrocytes contains large amount and different types of glycosaminoglycan than the matrix farthest away from the isogenesis groups. الأماكن القريبة من السيلز بيبقى تحتوي على كولاجين فايبرز وبتحتوي على جليكوبروتينز أكتر من الأماكن اللي هي أبعد منين؟ من اللاكنة. Remainder of the matrix is called the interstitial matrix. Fresh cartridge contains about 75% waters which form the gel with the component of the ground substance. يبقى ال ground substance تحتوي على 75% water, ده الفريش كارتريج. الموتر دي بتعمل forms a gel within the component of the ground substance. Cartridge is nutrition by diffusion of the gas and nutrients through the gel. الكارتريج بيتغذى عن طريق الامبيبيشنز والديفيوجنز اوف ذا ووترز والجازز. الووتر ده الجل بيحتوي على ووتر كونتنت 75% ووتر. الفريش كارتريج بيحتوي على 50% ووتر كونتنت, وده مكون اساسي من مكونات الجراوند سبستنس. هي بتبقى كجل وشوك ابزوربر, وفي نفس الوقت هي اللي بتنقل النيوترنت او التغذيه عن طريق الامبيبيشن والديفيوجنز من السبكوندرال بون والاراوند تيشو لمين؟ للكارتريج. يبقى الكارتريج بيتغذى عن طريق مين؟ الكارتريج نورشمنت او نيوتريشنز از باي ديفيوجن اوف جاز اند نيوترنت ثرو ذا جيل, اللي هو مكون الاساسي 75% منه مين؟ ووتر كونتنت. شكرا وجزاكم الله كل خير. هنقف هنا عند النقطه دي, وان شاء الله نتكلم المره الجايه مين؟ على الكارتريج جروس اند ريجينريشن.